السلام عليكم الغزالات، السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كدير مع الصحة؟ كدير مع سيدنا رمضان؟ كلشي بخير. اليوم فيديو جديد مع هدودة. بغيت ندير معكم واحد الديسير اللي تيجي زوين وساهل وما قادر يكون عندكم في ديوركم. هذاك الشيء علاش قلت علاش ما نبارطاجيش معكم. اول مكون البنات غنحتاجو سيترو ديال الحليب، انا ديجا شعلت عليه. غنحتاجو جوج معالق كبار ديال النشا مايزينا، غنحتاجو البنان، انا قطعت وحده هكا صغيره اللي غنديرها نخلطها، وابخي وحده للتزيين. غنحتاجو جوج معالق كبار ديال السكر، وغنحتاجو جوج ياغورت ديال الكراميل، حيت الكراميل تيجي مع البنان. هذاك الشيء علاش انا بغيت ندير الكراميل. نتوما الا تعجبكم نكهه واحده اخرى ديروها. غنحتاجو جوج، اي نوعيه ديال ياغورت عندك غديريها، ماشي ضروري شي نوعيه محدده. دابا البنات غنبدا معكم. دابا انا شعلت على حليب، غنزيد هذوك جوج معالق كبار ديال السنيده، واللي ما تيبغيش الحلاوه بزاف ما يدير جوج معالق، يدير غير معلقه لان الكراميل ديجا حلو. بسم الله، ومع التحرك البنات، مع التحرك غنزيدو هذوك جوج معالق كبار ديال مايزينا النشا، تيجي البنات زوين، تيجي لذيذ. وكيف لكم مقادير ساهلين عندكم في بيوتكم، يجي هكا ديسير في الليل السحور. البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو، انا غنبقى نحرك تاي عقد ليا ورجع معكم. بنات انا رجعت معكم. ها الحليب اللي درنا مع مايزينا والسكر، شوفوا ها هو تقال. كي قلت لكم خاصكم تبقاو تحركوا 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 حتى يتقال، لان تقدر يحرق لكم من بعد الديسير ديالكم يكون فيه الكو ديال الحراق. دابا غنزيد هذاك الياغورت اللي قلت لكم ديال الكراميل، ولا عندكم اي مذاق ديال الياغورت تقدروا ديروه، غير هذا ديال الكراميل تيجي زوين مع البنان. نحركو عاوتاني، ولي ما تتبغيش السكر بزاف دير طبيعي وزيد عليه السكر عادي. انتما البنات خليت ديالنا لا كريم كي ولات، نزيدوها عاوتاني شويه فوق العافيه، غير واحد 5 مينيت البنات. وديما بقاو تحركوا تحركوا تحركوا. ان شاء الله غيعجبكم هاد الديسير، لان تيجي بنين، غيعجب حتى الوليدات، انا ولادي تيعجبهم. وبالنسبه للتزيين اللي عندكم تقدروا ديروا به التزيين، ماشي ضروري هذاك الشيء انا غنقول لكم باش غندير التزيين. تقدروا ديروا اي حاجه، عندكم شوكولا، عندكم كراميل، اي حاجه. انا تنتفادى بزاف ديال السكر على قد الدراري، داكشي علاش ما غندير ني كراميل ما غنديرش شوكولا. دابا ها حنا زدنا واحد
5 مينوت. دابا غنزيدو هادوك لي مونغسو صغار اللي قلت لكم ديال البنان. نحركو مزيان على الخليط ديالنا. وغنخليوه يبرد شويه ونرجع معكم البنات. انا رجعت معكم هاد الديسير ديالنا خليتو يبرد شويه، ودابا غنوريكم طريقه تزيين كي قلت لكم اللي بغيتو. انا غندير هاد تنشد هذاك بسكوي بالشوكولاط وهكا طحنو شويه وغنزوقو بالبنان، لان هاد الديسير ديال البنان. اللي عندكم تقدروا ديروا، ماشي ضروري هاد البسكوي، تقدروا ديروا كراميل، تقدروا ديروا شوكولا، اي حاجه عندكم زعما ماشي ضروري. غير انا هادشي اللي متوفر عندي غنديرو، وان شاء الله غيعجبكم، تيجي غزال البنات. وخلاوها مع رمضان تنبغيو حنايا الشهيوات، تاخذوا في الليل هكا السحور ما تقيش بزاف. ان شاء الله يعجبكم، وتنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم. ولي اول مره غتشوف القناه ديالي مرحبا بها، وتكتب لي حتى هي لي كومونتير، وتابون عندي في لاشين ديالي، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم البنات. ودعموني البنات في القناه ديالي باش ان شاء الله ديما يوصلكم الجديد. ديروا لي لايك وتابوناو باش ديما وصلكم الجديد ديالي. وهادشي اللي كاين، ورمضان مبارك سعيد، وهاد التحليه ان شاء الله تعجبكم. هانتوما شفتوا كي قلت لكم درت انا هذيك البسكوي اللي عندي، ولكن خليت الديسير شويه يبرد باش ملي تبغي تزينوه ما بحال البنان ما يدخلش لكم لداخل ولا اي حاجه بغيتو ديرو. طبعا نزيدو هادوك لي مورسو كي قلت لكم انايا قطعتهم هكا صغيورين. عندكم الاختيار ديال الزين، فوالا بحال هكا تيجيو زوينين، حتى المنظر تيجي تيشهي. فوالا الديسير ديالنا وجد، ولا درتوه كلوا بالصحة والراحة ان شاء الله. وان شاء الله فيديو جديد مع هدهوده. وها هو الديسير ديالنا وجد، ان شاء الله يعجبكم وديروه هانتوما البنات. كيف ليكم مقادير سهله، واللي عندكم في الدار تقدروا ديروه. وشكرا بزاف، والى اللقاء فيديو جديد مع هدهوده. وما تنساونيش من لي لايك البنات.